السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي أمين. البارحة كنت شاركت أنا وياكم واحد الخبر خطير مباشرة من مدينة مراكش، ومفاد هذا الخبر أنه وقوع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها مواطنة أجنبية تحمل الجنسية الإسبانية. هذه السيدة التي تبلغ من العمر 90 سنة عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها الواقع بزنقة حسن بن عمر التابعة لمقاطعة جليز بمدينة مراكش. الجثة ديال السيدة عثر عليها وهي تحمل آثار ضربات خطيرة على مستوى العنق والرأس، وهو ما يجعل احتمال تعرض المتوفية لجريمة قتل وسرقة واردا إلى حد كبير. وقلنا آنذاك أنه يشتبه أن يكون لصوص قد اقتحموا منزل الضحية وقاموا بسرقة محتوياتها قبل أن يجهزوا عليها بواسطة السلاح الأبيض. هذه الجريمة اللي استنفرت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى مكان الحادث قصد إجراء مسح دقيق لمسرح الجريمة وجمع كافة الأدلة التي بإمكانها المساهمة في عملية التحقيق. واستنفرت كذلك الجريمة السلطات الأمنية بمراكش التي حلت بعين المكان، وذلك للوقوف على مجريات التحقيق والوصول إلى الجاني المتورط في ارتكاب الجريمة. من جهة أخرى جرى توجيه الجثة نحو مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب وظروف وملابسات الوفاة. وإلى عقلنا خوتي، البارح وأنا كنناقش معكم هذه القضية قلت لكم أنه في أغلبية الأحيان غادي تكون هذه الجريمة بسبب السرقة، وشي سرقة اللي هي على أشياء اللي هي تافهة غتكون على ودي التلفازة أو لا شي قطعة ديال الذهب أو لا بعض الفلوس اللي كتكون حطاهم هاد السيدة في المنزل ديالها. وداك الشي اللي كاين أخوتي بالفعل، فبعد ساعات قليلة جدا بعد ارتكاب الجريمة الشرطة غادي تعتقل مول الفعلة اللي صفها لهاد السيدة بدم بارد داخل المنزل ديالها، حيث أفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم الثلاثاء تمكنوا من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد المتبوع بالسرقة التي استهدفت مواطنة أجنبية. وذكر المصدر أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة السكر ولج منزل الهالكة وهي مواطنة إسبانية مقيمة بالمغرب والتي تبلغ من العمر حوالي 90 سنة، مستغلاً عدم إقفال الباب الخارجي للشقة حيث عرضها لاعتداء جسدي أفضى لوفاتها قبل أن يستولي على جهاز تلفاز ومعدات مطبخية وملابس شخصية. ووفق البلاغ الأمني مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة بتعاون بين عناصر الشرطة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف المشتبه فيه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز واسترجاع المسروقات المتحصلة من هذه الجريمة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شوفوا الدناءة والوحشية حتى الفين وصلات. باختصار هذه الجريمة اللي وقعت نهار الثلاث واللي راحت ضحيتها مواطنة أجنبية تحمل الجنسية الإسبانية خلات الباب ديال المنزل ديالها الخارجي مفتوح. هذا الشيء اللي استغلوا واحد الشخص أو لا واحد الشاب اللي في العمر دياله 29 سنة واللي كان في حالة سكر طافح، دخل المنزل تلاقى مع هاد النصرانية بدا كيضرب فيها بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس والعنق، قتلها في البلاصة
من تما دخل كيقلب في الدار، هز التلفازه وبعض الادوات المطبخيه وبعض الالبسه فقط وخرج في حالاته. واش لهذه الدرجه الروح ديال هاد السيده هذه الكبيره في السن رخيصه عند هذا المجرم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. باش نقول لكم اخوتي، انا ما كيهمنيش هنا هاد السيده تكون اجنبيه ولا مغربيه او لا كتحمل شي جنسيه اخرى، ما كيهمناش. تتعدد الاسباب والموت واحد. هاد الجريمه ما نبغيها لتا شي واحد، كما نتوما بطبيعه الحال ما غتبغيوها لتا شي واحد. ما تبغيها لا لولد بلادك ولا لبنت بلادك ولا لشي اجنبي خلى بلادو مسكين وجاي ساكن معاك، يعني عايش معاك في واحد المدينه اللي هي جميله، مدينه هادئه، مدينه مراكش اللي كيفضلوا الكثير والكثير من السياح انهم يشريو فيها منزل او الرياض ويسكنوا فيها باش يعيشوا في هذاك الوقت ديال ما بعد التقاعد، او لا يعني يشري غير دار ويبقى يجي لها من الصيف للصيف. فمدينه مراكش كيحبوها بزاف السياح الاجانب، ولكن للاسف بحال هاد الجرائم اخوتي راه كتسيء السمعه ديال هاد المدينه وكتسيء السمعه ديال الجنوب باكمله. وبطبيعة الحال من بعد ما تكرروا مرارا وتكرارا هذا النوع من الجرائم خصوصا بالجنوب، الدولة خوتي كتبذل واحد المجهود كبير وكتصرف أموال طائلة من أجل جلب السياح لبلادنا، وفي الأخير كيجي واحد الشمكار، واحد الخانز، واحد المسخ كيضرب لك كل شيء في الزيرو وكيهدم داك المخطط كامل اللي بناته الدولة في سنوات، كيهدموا في رمشة عين. مجرم شمكار اللي في عمره 29 سنة كيقتل واحد السيدة، امرأة مسنة ضعيفة بلا قوة، من أجل السرقة. واخا تكون هاد السيدة أجنبية ولا تكون عربية، فغير الضعف ديالها ولا الكبر السن ديالها فيحن فيها مسكينة. هز اللي بغيتي تهز، غير خليها هي ترونكيل مسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتم عارفين أخوتي أنه الآلاف ديال الأسر المغربية كتشتغل في قطاع السياحة أو لكي يأكلوا طرف ديال الخبز مع السياح، ومثل هاد الجرائم راها كتضر بالسمعة ديال المغرب. سمعة بلادنا كتأثر بشكل كبير جدا، خصوصا بعد مقتل سائحتين بجبل تبقال، وواحد السائحة اللي تاية تقتلت بتزنيت، والضرب والجرح اللي تعرضوا ليه سائحات أخريات سواء بتزنيت وكذلك بأكادير. فهاد الشي راه كتير وبزاف وناقوس الخطر يدق. دابا السياح غيوليو يتجنبوا يقضيو العطلة ديالتهم في المغرب، فواحد إلا وقعات ليه شي مشكل بحال هذا فغيرجع لبلادو وغينصح الأصدقاء والأقرباء ديالو أنهم يتوجهوش للمغرب. شي كيقول هالشي خصوصا الى عندهم شي صفحات في التواصل الاجتماعي، فكيشاركوا هذوك المنشورات مع الملايين ديال المشاهدين اللي غياخذوا واحد الانطباع خايب على بلادنا. ومؤخرا انتم عارفين اخوتي انه كندا نبهات المواطنين ديالها من زياره المغرب بسبب قله الامن، وناضوا واحد المجموعه ديال المغاربه اللي ما عجبهمش الحال وبداو كيغوتوا لا هادشي ماشي صحيح لا هادشي. ولكن راه كنشوفوا هاد التوالي ديال الجرائم، راه هادشي راه كيخسر السمعه ديال بلادنا خوتي. ونخليو الجرائم من جهه، ندوزو الاشكال الاخرى ديال المضايقات اللي كيتعرضوا لها السياح ملي كيجيو بلادنا. ها السعايا من جهه، هادوك السعايات ولا الدراري الصغار اللي كيسعاو اللي كيبقاو يلصقوا في السياح وكيشدوا لهم في حوايجهم، يعني حتى تعطيه تدور معاه عاد كيزيد ويخليك. ومن جهه ثانيه هادوك المرشدين السياحيين اللي بدون رخصه واللي حتى هما كيبتزوا السياح وكيضربوهم حتى جدارة الودن، كيحسب عليه دورة بالثمن خيالي. راه غير هادشي اخوتي راه كيضر حتى هو بالسمعة ديال بلادنا. نرجعوا للقضية ديالتنا اللي امامنا اليوم، شاب كيقتل امرأة عجوز من اجل سرقة تلفاز واواني مطبخية وملابس. لهذا الدرجة او لهذا الحد النفس البشرية رخيصة عند هذا النوع من الحتالات اخوتي؟ الروح ديال عباد الله رخيصة عند هذا النوع، عند هذا الشكل ديال هاد المجرمين اللي ممكن يقتل بنادم على وديت 10 دراهم او لا على وديت طرد الحشيش يذبح بنادم من اللودن حتى اللودن. راه هذا علاش اخوتي كنغوتوا في الفيديوهات ديالنا عتقوا المجتمع من المجرمين ومن المشرملين والشفاره والقطاطعيه. راه هاد الناس راه زاغوا بزاف وعيقوا بزاف، انا الاوان ان الامن ديالنا يضرب بيد من حديد على هاد الشردمه
اللي تعيت في الارض فسادا. واخر نقطه اللي نبغي نذكرها قبل ما نسالي الفيديو خوتي، المطلوب هنا هو تطبيق اقصى العقوبات في حق من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تضر بسمعة البلاد. ونعود نكرر لكم الفكرة ان هاد السيدة كان دافع عليها بحالها بحال بنت بلادي، ماشي حيت هي اسبانية ولا اجنبية الى ما تتصفي ما كيهمناش، لا، سواء هاد الشي غيوقع الاجنبية او لا يوقع المغربية او لا سعودية او لا او لا او لا، فراه الامر سواء، الروح عزيزة عند الله وما نبغيوش اي واحد نبغيو ليه المضرة. لذلك كان طالب بتطبيق الاعدام اخوتي، ولا شيء من غير الاعدام من اجل ردع هاد الشردمة، هاد المجرمين، هاد الكفرة بالله اللي ما في قلبهم لا رحمة ولا شفقة. وصلنا الى نهاية الفيديو، كنتمنى انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم اسفله واعطيوا الراي ديالكم في هاد القضيه اللي ناقشناها اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.